ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، ها قد عدت إليكم من جديد حتى نواصل معا سلسلة الدروس التي نقدمها عن بعد. واليوم سأقدم لكم درسا في مادة الاجتماعيات مكون التاريخ المستوى الرابع ابتدائي. عنوان درسنا: تعرف أحداث تاريخية وترتيبها زمنيا. إذا قبل أن نشرع في الدرس، لابد أن نتعرف الأهداف المتوخاة منه. أتعرف أحداثا تاريخية بارزة من تاريخنا الوطني، أمثل هذه الأحداث على خط زمني. إذن أعزائي، لنبدأ على بركة الله. خذوا كتب الاجتماعيات الصفحة 28 وتابعوا معي. سنبدأ أولا بقراءة هذا التمهيد: سبق لي في الدروس السابقة أن تعرفت تاريخ أسرتي ومدرستي وتاريخ مدينتي قريتي من خلال الشهادات الشفهية والصور والوثائق المكتوبة، واستأنست بترتيب أحداث من هذا التاريخ على خط زمني. فكيف أتعرف بعض الأحداث البارزة من تاريخنا الوطني؟ وكيف أمثل هذه الأحداث على خط زمني؟ إذا كل هذه التساؤلات سنحاول أن نجيب عنها في هذا الدرس بإذن الله. إذن الآن ننتقل إلى فقرة ألاحظ وأكتشف. إذن أعزائي، لاحظوا معي هاتين الوثيقتين، أي الوثيقة الأولى والثانية. إذن ما موضوع الوثيقة الأولى؟ جيد، إذا موضوع الوثيقة الأولى: نص مقتطف من خطاب الملك الحسن الثاني الذي أعلن فيه من مراكش عن تنظيم المسيرة الخضراء بتاريخ 16 أكتوبر 1975 ميلادية. كذلك ما موضوع الوثيقة الثانية؟ أحسنتم، إذا تعبر الوثيقة الثانية عن انطلاق المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 1975. نعم، إذا الآن أعزائي سأقرأ لكم هذا النص: علينا شعبي العزيز أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام، لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. إذن أعزائي، يتبين لنا من خلال هذا النص أن الملك الحسن الثاني ألقى خطابا على شعبه قصد القيام بالمسيرة الخضراء، وهذا الخطاب ألقاه من مدينة مراكش بتاريخ 16 أكتوبر 1975. أما أعزائي انطلاق المسيرة الخضراء فقد كان يوم 6 نوفمبر 1975 كما تعبر عنه الصورة. نعم، إذن أعزائي الآن سنحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة. إذن انطلاقا من الوثيقة رقم 1 وكذلك من الصورة رقم 2، سنحاول أن نسمي نوع كل وثيقة. إذن ما نوع الوثيقة الأولى؟ أحسنتم، إذن الوثيقة الأولى هي وثيقة مكتوبة. كذلك ما نوع الوثيقة الثانية؟ جيد، إذن الوثيقة الثانية هي عبارة عن صورة. الآن أعزائي انطلاقا من الوثيقة 1 و2، حاولوا أن تستخرجوا لي الحدث التاريخي الذي تبرزه هاتين الوثيقتين وحددوا لي تاريخه. أحسنتم، إذن الحدث التاريخي الذي تبرزه الوثيقتان الأولى والثانية هو حدث المسيرة الخضراء، والذي كان سنة 1975. إذن أعزائي انطلاقا من هاتين الوثيقتين استخرجنا حدثا مهما من أحداثنا الوطنية.
إذن وهو المسيرة الخضراء، حدث المسيرة الخضراء. والمقصود بالمسيرة الخضراء هي مسيرة سلمية انطلقت يوم 6 نوفمبر 1975 في عهد الملك الحسن الثاني. كان الهدف منها هو استرجاع المناطق الصحراوية، وشارك فيها 350 ألف متطوعة ومتطوع من كافة أنحاء المملكة المغربية. إذن أعزائي، في كل عام يحتفل المغاربة بهذا الحدث البارز، ألا وهو المسيرة الخضراء. الآن سننتقل إلى ملاحظة الوثيقتين الثالثة والرابعة. إذن أعزائي، ماذا أو ما موضوع الوثيقة الثالثة؟ جيد، إذن هي شهادة شفهية للجدة حليمة عن تولي الملك محمد السادس العاشر. أما الوثيقة الرابعة فهي تعبر عن ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم 8 ماي 2003 ميلادية. إذن أعزائي، الآن سأقرأ عليكم الشهادة الشفهية، وهي عبارة عن حوار دار بين الجدة وحفيداتها. إذن تابعوا معي هذا الحوار. هالة، هل تتذكرين يا جدتي حدث تولي الملك محمد السادس العاشر؟ الجدة: طبعا، لقد اعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب في 23 يوليوز 1999 ميلادية إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني، وتمت له البيعة في القصر الملكي بمدينة الرباط. إذن هذه الشهادة أعزائي، إذن هذه الشهادة الشفهية تتحدث عن حدث بارز يعتبر من الأحداث المهمة في تاريخنا الوطني، وهي اعتلاء محمد السادس للعرش إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني. كذلك الصورة الرابعة تعبر لنا عن حدث كذلك مهم، وهو ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم 8 ماي 2003 ميلادية. إذن أعزائي، انطلاقا من الوثيقة الثالثة والرابعة، سموا نوع كل وثيقة. نعم، إذن ما نوع الوثيقة الثالثة؟ أحسنتم، إذن الوثيقة الثالثة هي عبارة عن شهادة شفهية، والوثيقة الرابعة هي عبارة عن صورة. الآن استخرجوا الحدث التاريخي الذي تبرزه الوثيقتان الثالثة والرابعة وحددوا تاريخهما. أحسنتم، إذن الحدث التاريخي الذي تبرزه الوثيقة الثالثة هو حدث اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب سنة 1999. أما الحدث الثاني وهو الحدث الذي تبرزه الوثيقة الرابعة، وهو حدث ميلاد ولي العهد الحسن سنة 2003 ميلادية. إذن أعزائي، انطلاقا من هذه الوثائق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يتبين لنا أنه من الأحداث البارزة التاريخية في وطننا هي حدث المسيرة الخضراء، وحدث ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم 8 ماي 2003 ميلادية، وحدث تولي الملك محمد السادس العرش إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني. إذن أعزائي، هذه الأحداث التي ذكرتها كلها أحداث تاريخية بارزة من تاريخنا الوطني. الآن أعزائي ننتقل إلى فقرة أستثمر وأنتج. إذا لاحظوا معي، عندنا خط زمني، ونحن كنا قد تعرفنا على هذا الخط الزمني في الحصص السالفة، وقلنا بأنه خط يرتب لنا الأحداث التاريخية حسب تسلسلها الزمني من الأقدم إلى الأحدث. إذا الآن أعزائي، الأحداث التي تعرفنا عليها من خلال هذه الوثائق التي لاحظناها
سنحاول أن نرتبها في هذا الخط الزمني. إذن أول حدث عندنا هو حدث المسيرة الخضراء. إذن طبعا سنحاول أن نرتب الأحداث التي تعرفنا عليها من الأقدم إلى الأحدث، أي حسب تسلسلها الزمني وترتيبها. إذن قلنا الحدث الأول هو حدث المسيرة الخضراء. إذن هذا الحدث التاريخي يعد من الأحداث البارزة التي يعرفها المغاربة. إذن وهذا الحدث وقع في 1975. إذن أعزائي هذا هو الخط الزمني. إذن طبعا الخط الزمني لابد له من المقياس، ومقياسه هو 2 سنتيمتر تساوي 10 سنوات. إذن أعزائي قلنا حدث المسيرة الخضراء حدث في 1975. إذن سنقوم بعد السنوات حتى نصل إلى 1975. إذن عندنا 1970، 71، 72، 73، 74، 75. إذن في هذا الخط المنقطع 1975. إذن حدث انطلاق المسيرة الخضراء كان في 1975. أما الحدث الثاني فهو حدث اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب في 1999. إذن عندنا 1990، كذلك سنحسب السنوات إلى أن نصل إلى 1999. هنا في هذا الخط المتقطع إذن اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999. كذلك الحدث الثالث هو حدث ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم 8 مايو 2003. إذن أعزائي عندنا 2000، 2001، 2002، 2003. إذن في هذا الخط المتقطع سنضع 2003، والحدث البارز هو ميلاد ولي العهد مولاي الحسن. نعم. إذن أعزائي بعدما رتبنا الأحداث التاريخية التي استخرجناها ترتيبا زمنيا من الأقدم إلى الأحدث، وسجلنا تواريخها على الخط الزمني وقمنا بتسميتها، الآن سنضع عنوانا مناسبا لهذا الخط الزمني. إذن حاولوا أعزائي أن تقترحوا عنوانا مناسبا لهذا الخط الزمني. نعم، يمكن أن نقول أحداث تاريخية لوطن المغرب. إذن العنوان هو أحداث تاريخية لوطن المغرب. إذن أعزائي هذه الأحداث تعتبر من الأحداث التاريخية البارزة في وطننا المغرب، وهي انطلاق المسيرة الخضراء سنة 1975، اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، ميلاد ولي العهد مولاي الحسن سنة 2003. إذن أعزائي الآن ننتقل إلى فقرة أركب تعلمي. إذن انطلاقا مما سبق يتبين لنا أنه لتعرف الأحداث التاريخية البارزة من تاريخنا الوطني أعتمد الوثيقة المكتوبة والصورة والشهادة الشفهية بقراءتها واستخراج الأحداث منها. كذلك يمكنني الخط الزمني من تسجيل هذه الأحداث التاريخية وإبرازها مرتبة من الأقدم إلى الأحدث. إذن أعزائي خلاصة القول بأنه هناك ثلاث وثائق معتمدة لاستخراج الأحداث التاريخية، وهي الشهادة الشفهية والوثيقة المكتوبة كذلك الصورة. إذن أعزائي هذه الوثائق الثلاث تساعدني على استخراج الأحداث التاريخية لوطني. وفي هذه الحصة تعرفنا على ثلاثة أحداث بارزة تاريخية من تاريخنا الوطني، وهي
حدث المسيرة الخضراء سنة 1975، وكذلك حدث تولي الملك محمد السادس العرش سنة 1999، وكذلك حدث ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن سنة 2003 ميلادية. الآن أعزائي سننتقل إلى فقرة أثبت تعلمي وأتمكن. إذن أميز العبارة الخاطئة من بين العبارات الآتية. إذن أعزائي عندي 4 عبارات سأختار منها أو سأميز منها العبارة الخاطئة. تفيدني الرواية الشفهية عن المسيرة الخضراء في تعرف حدث تاريخي وطني بارز. تفيدني الوثيقة المكتوبة عن تولية الملك محمد السادس العرش في تعرف حدث تاريخي وطني بارز. تفيدني صورة حفل وطني لبلد أجنبي من تعرف حدث تاريخي وطني بارز. تفيدني صورة ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن في تعرف حدث تاريخي وطني بارز. إذن أعزائي حاولوا أن تنجزوا هذا النشاط في كراساتكم. كذلك لا تنسوا الإجابة عن النشاط باء. أحدد خطوات تثبيت الأحداث التاريخية على خط زمني. إذن حاولوا أن تنجزوا هذين النشاطين، بعد ذلك سنقوم بتصحيحهما. إذن أعزائي بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والإنصات، وإلى اللقاء في فرصة قادمة